يجب على كل شارع في علم أن يعلم مبادئ هذا العلم، تعريف هذا العلم، ثمرة هذا العلم، حكم هذا العلم، مسائل هذا العلم. مش أنا أجي أروح أتعلم نحو أصبح علامة كبير في النحو وأعلم المسائل الدقيقة في هذا العلم وأنا أجهل أمور واجبة في العقيدة، أمور واجبة في الفقه، أمور واجبة في الأخلاق، أمور واجبة في الدعوة، أمور واجبة في الجهاد. أميز أن هذا العلم من المقاصد أم من الوسائل؟ كثير من الناس أمضى سنوات طويلة يدرس في الفقه وصار يعلم مسائل دقيقة في الفقه ويجهل أصول كبرى في العقائد. أمضى سنوات طويلة في علم الأخلاق، صار ما شاء الله أخلاق عظيمة جدا من الصبر والحلم والتواضع، ولكن يجهل أصول كبرى في العقائد، يجهل أصول كبرى ومسائل كبرى في الفقه من الواجب عليه. تجد إنسان عظيم في الدعوة أو مجاهد كبير ويجهل مسائل في الأخلاق واجب عليه، يجهل مسائل في الفقه واجب عليه، يجهل مسائل في العقائد من الواجب عليه، لأن هذا الشيء لم يكن واجبا. لو جهلته أنت غير آثم، لكن تركت الخير كثير. فلا أشرع في علم النحو أو في علم أصول الفقه أو في علوم القرآن أو في أصول الحديث أو في علم القراءات أو في علم التجويد وأمضي سنوات طويلة وأنا أجهل ما يجب علي من العقائد وما يجب علي من الفقه وما يجب علي من الأخلاق. ومن أيضا المعلمين مدرسين في الفقه والعقائد والأخلاق يمضي معهم الطالب سنوات ولا يعلم هذا العالم هذا الطالب مبادئ هذا العلم، سنتين ثلاث أربع معاه في النحو ويتلو عليه فضائل النحويين ومرتبة النحو وفضل علم النحو، وما يبين لهذا الإنسان ما هو موضوع هذا العلم وما ثمرة هذا العلم وما يجب عليه من هذا العلم، ولا يجب عليه أن يهمل الأصول الكبرى من العقائد والفقه والأخلاق وهو يتعلم في علم الوسائل.